خاوتي أنس الخير، ونشيدكم باه تعاونوني. اللي ما يعاونش بالصوار يعاون بالدعاء، دعاء الغريب مستجاب. انا ملي كان عمري عام ماشي زعما ما ذقتش خلاريت الصحة دي، ما تهركتش زي ما العباد، ما نديرش حياتي اليومية. عيد ربي عيد ربي، عيد الكبير العيد الكبير، ما ناكلش لحم. يشري لي الوالد، يشري لي الدجاج، يشري لي الدجاج، ما ناكلش كولا، ما ناكلش قدام حاجة، ما نديرش رياضة، ما نديرش، وانا نحاول نشتيه من العويج هذم. ما عشتش طفولتي قد قد، وانا مانيش يعني عايش، يظل لي مرهبتي قد قد. يا خاوتي ما لقيتش واش نقولك، والله ما لقيت واش نقولك. تغيرني هاي نهوس نورمال، لكن نرقد زي ما العباد. انا انسان رقاد، ونرقد هيك نبقى هيك في بلاصتي، ما نتحركش. كون نتحرك اي قالت الوالده تاعي كيف صار الامور، كون نتحرك نبقى في بلاصه لازم ما نتحركش. وين يعني في صم، ونطلب من السلطات المعنيه والغير معنيه توجه انظارها تجاه مرضى تلاسيميا دي، او مرض عضاد. شتي كل من نحط راسي عن الخدة نتمنى به الموت. غبي تشر عليك ان شاء الله، توبيري وترتاح وترجع حياتك طبيعية ان شاء الله. كون ما نوبيريش الموت اهوني، الموت اهوني، من نبقى ما ناكل جديد، ما نعيش جديد، ما نربي جديد، ما نتحرك جديد، ما ندير حتى شيء جديد. حتى القراية مانيش قاعد نقرا فيها جديد، رغم هذا بس قاعد نقرا. أني الثانية متوسط، ثانوي، أني الثانية ثانوي في شعلان مسعود، ما تقنش.